يعني تسحبونه؟ لا ما نسحبه، تأجيل. ما نسحبه، تأجيل لمزيد من الدراسة. لازم موافقة المجلس. ايه موافقين؟ موافقة. خلصنا قوانين. إذن بنهاية الجلسة كل عام وانتم بخير، ويوم الثلاثاء أرجو الحضور مبكرا لأن عندنا قوانين وايد ويعني ميزانيات. أرجو الحضور الساعة 9 عشان نستمر في إنجازنا بإذن الله، وما ينتهي الشهر اللي محطمين الرقم القياسي. ترفع الجلسة.